في زعبة أصفهان. بس مرجع رجعي يلا هيا يلا هيا مرجع أسرع شفني شرهني وقعوا هالمرة يلا يلا أسرع يلا باش we can do it go باش yes breathe أنا وارح أنا وارح يلا يحيى سكوات go رجع الثانية طيارة طيارة ابراهيم طيارة طيارة يلا برو ركز مش قصدي يلا بدي ما فيكم برشو لانه ما بتطلع على الاخر عبد الله كثير ضغط عليها ايدك ثانيه تمشي مثل الشباب يعني انت هلا بدك كل شيء بس بروح ولا شيء بحكي انا كفي تعالى بسرعه مثل الشباب عم تمشي مثل الشباب برافو عليك الشباب مش نياله بالتبلان سويته هذه ليش قالوا لنا ما نسويها لا. لانه انا في مره كنت راح اوقع من وراها شو هي وين كنت وقعتي كنا بالتابلو باش وابراهيم عنا بدنا نعمل كارتويل فمره كنا بالريهرسل عم بعملها جيت بدي اوقع قالوا لنا بلا ما تعملوه بس شفت البرمه اللي سويتها انا بالتابلو وضلت ماسكها هو كثير حلو طلعت زي كبتو كثير حلو سوينا التابلو باسبانيا عدناه باسبانيا سويناه هناك ناس تطالع لنا عملتوه هيك في ناس كانوا هنيك باسبانيا يصوروا معكم بنات ما بنات كانوا يفكروكم لانه لحقتوا الكاميرا هم كانوا لا بدون كاميرا لا 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 للامانه بدون كاميرا هناك يعرفونا بصراحه عم بيضوي والله العظيم لا ليك التواضع عم بيضوي شو بقول لهم هلا انزلوا على الارض انزلوا على الارض يا شباب احنا على الارض يا رجل تحت الارض بعد لا بتجنن خلصنا؟ لا خلينا نعمل شوي ما فينا نعمل شيء بقى يلا خلينا نعمل شوي بس صحي ولا قبل يوم جوز؟ ايه كنت مهمة اشتغلت كثير منيح يعطيك العافية باش الله يعافيك الله عليك حبيبي يلا جايز وي ستريتش ويل عملوا ستريتش للقشر من قدام وللفخذ كثير شغلناهم اوكي شوي للصدر عبد العزيز كثير مبسوط منك عم تسيبه يعني كثير طبعك صارت جلسة تافر زنودك عم تشوف حالك خير لقدام يلا ستريتش هاي كثير منيح اليوم عملتها والله؟ احنا بكره هذا هو هذا نحن جوز حدثنا
امبارح بالبرايم؟ 3 and 3 is 6. حضرت لنا جورج امبارح؟ دياج حصل بكره. بكره بياخذ العقد. يا جورج رح تنبسطوا بشكل. رح ننبسط ولا نتعب بشكل؟ لا والله العظيم رح تنبسطوا بشكل مش طبيعي. بجد؟ والله العظيم. وفي جوائز بقى؟ والله العظيم ايه؟ بكره ابراهيم. بكره ايه؟ بكره في. انا ابراهيم وبسمة. انا ابراهيم وبسمة. لا رح نقسم هيك. ثلاث فرق. على يد الله. فريقين بس. لا على يد الله. كلنا ابراهيم وبسمة يصيروا مع بعض. على يد الله. ورقة وعلى يد الله. شو صار؟ ابراهيم يصيروا مع بعض عشان ما تورط انا وياك. ليش شو بكم؟ ما بدنا شيء بس هذول بكم فيهم. بس الوحش اليوم صلى الله عليه وسلم. شو بدك؟ انا صراحة صار أول مرة أشوف عبد العزيز بهالشكل، أول مرة. كثير بس أنت ما بتعرف شو صار بغيابك، بغيابك أكل زفة يا عبد العزيز. من راسه لكعب إجري. شفتها بالروبرت على جنس. أوكي. واشتغل شغل مش طبيعي، اشتغل من كل قلبه. إيه كيف شفت حركة المروحة اللي صارت هنا؟ إيه إيه لانه في تقول غير شيء لانه طلع وقف فوق وعلقت اجره الفوانيل وعلقت اجره وكان هيك طلع على وش صح على تمه طلع على عم بيعمل حركه عم بيعمل احسن واحد بيعمل فايت وكذا كل واحد عنده نص دقيقه شاع شي شاع شي طلع نط هون ايه علقت اجره هاي ما حظنا حلو لو علقت اجره هاي شك على تمه دايركت هون عم بيصير علقت اجره هاي راح طايح بس اجى واقف اخر شيء زبط اوكي بس طلع نط فوق نط فوق هذه نط فوق مثل النينجا واجى تحت بس علقت اجره هاي راح فيها هذا الفايت هذا الفايت هذا الفايت هذا الفايت هو نينجا هذا تبع الحمص حلو تصوير كثير حلو لا قلت كثير منيح عن جد يلا اطلع يلا جميعا يلا باي ثانك يو شو طلعوا في ما هلا عم بقول لكم حضروا حالكم بكره كون معكم عوانات عم نشتغل برا ايوه اوكي حضروا حالكم بليز وعوا شوي بكير كلوا شيء خفيف مش لانه في تعب كثير رح ننبسطتي ما بدي حدا يفرط لانه ما عندي بقى حدا فوق محله حنطلع فوق فوق شوف 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 6 هات شوف تحت 6 6 باك فيري نايس جيبوا بقى المي يا ولدي هذا نفسه ومنها برا لبسوا تيشيرت حقي فوق مش مليح عجبك عادي ما بهمك شوف بسمة مسكي مسكي شو هذا؟ ابراهيم ابراهيم